ونتجنب نتكلم على بعض. مهندس عدلي لمس النقطة المهمة الحقيقة، لأنه لو كل الناس كل واحد ركز في شغله وفي عمله وفي المسؤوليات بتاعته، مسؤولياته تجاه كل الأطراف، مسؤولياته تجاه بلده، مسؤولياته تجاه ناديه، مسؤولياته تجاه حتى قيمه المهنية والتزاماته والمعايير العامة اللي المفترض تحكم الناس كلها، لو الكل التزم بهذه المعايير وهذه الضوابط مش هيبقى فيه مشكلة. انتوا حضراتكم تقريبا حافظين انه مالك وكتابة من اول ما بدا الثوابت الدايمه بتاعته والنهج المستقر بتاعه ان احنا لا بننزل بمستوى حوار ولا بنخرج على نص ولا بنتكلم بادعاء ولا بنلصق اتهام بحد، وحتى لما بنشاور على حاجه بنشاور عليها بشكل موثق مستندي بالفيديو او بالمكتوب، وبيبقى ليه علاقه بالخط العام او التاريخ او تصحيح معلومه او بنصحح معلومه او بننقذ اذهان الجماهير من ان هي يعلق بيها صوره ذهنيه خاطئه. تيجي تقول لي كذا اقول لك لا ما حصلش، ما تسيبش الناس تنجر ورا هذا المفهوم الخاطئ، الصح كذا، وبنطرح حقيقه الامر وبنسيب للمتلقي او المشاهد ان هو اللي بيقيم الامر بين هذا وذاك. لكن لما الامر يتعلق بالاشخاص كتير، لما احنا اتكلمنا احنا نعي جيدا انه اي حد بيؤدي مثل هذه المهام والاعمال ماشي على اشواك، واي حد زي ما بيتقال بيتبرع بجزء او بيتصدق بجزء من سمعته العامه نظير انه هو بيواجه خطا او بيحاول يشاور على خطا او بيصوب امور مفروض ما تكونش موجوده للمصلحه العامه. وحتى لما بقول المصلحة العامة، مصلحة الأهلي جزء من المصلحة العامة، زي مصلحة أي نادي الحقيقية هي جزء من المصلحة العامة، لأن هي في النهاية دي مؤسسات عامة على الجميع إن هو يحميها ويحافظ على قيمها ويحافظ على حقوقها المشروعة لكن لما يتعلق الأمر إن أنا ألاقي زميل طالع بيوجه لي أنا سؤال شخصيا بالاسم، وتقريبا في السؤال مبطن باتهام يتعلق بالذمة، هنشوف الزميل إيهاب الفولي وهو مصمم يوجه لي هذا السؤال، وربنا يقدرني واعرف اجاوب. الاستاذ ابراهيم المنيسي سؤال واحد بس، مش هكتر الاسئله، هقول له انت رحت ماتش اعتزال فؤاد انور في السعوديه ولا لا؟ يا استاذ ابراهيم المنيسي رحت ماتش فؤاد انور في السعوديه ولا لا؟ بس انا مش هسأل أكتر من كده عشان ما أروحش في حتت تانية. هو في حتت تانية؟ طبعًا. في حتت تانية؟ طبعًا في حاجات تانية. الماتش ده راح في مجلس راح في مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، اللي حصلت فيه الأزمة إن عبد الله السعيد ما راحش وفلان ما راح وأحمد فتحي ما راحش، وده اللي كان فيه اتقال اتخذت فيه الساعات واتخذت فيه الأظرف واتخذت فيه واتخذت فيه واتخذت فيه. أنا مش هسأل أستاذ إبراهيم المنيسي رئيس تحرير النادي الأهلي، مش هسأله غير بس سؤال. أنت عندك معلومة يعني؟ بسأله سؤال واحد هو يجاوب عليه، رحت ماتش اعتزال فؤاد أنور ولا لأ؟ طب ما يقول لك ما أنا رحت الماتش. يقعد بقى يعني مع نفسه. هو يقول لك أنا رحت الماتش. ما هو بقى يسأل ماشي يعني واحد يسأل رح نفسه إيه يعني إيه يسأل نفسه الأسئلة المشروعة. أنا بقول لك إعتزال ابن إبراهيم المنيسي رحت الماتش. رحت الماتش؟ آه. طب اسأل نفسك إيه اللي حصل معاك في السعودية؟ يجاوب بس، يقول راح الماتش ولا ما راحش، سافر السعوديه ولا ما سافرش. سافر السعوديه. طيب يسال نفسه بقى ايه اللي حصل هناك. اللي حصل معاه هناك يخليه يكسر القلل. بطلوا مزايدات. عموما اكيد انا مش مكان ابراهيم المنيسي. انا سالته سؤال. اكيد مش انا يعني. لا انا سالته سؤال. انا عرفت خلاص. انا سالته سؤال. انا عرفت مغزاك. انا عرفت انا ما بقى ما انا ما عنديش الواقع. لا انا سالته سؤال اهو. وهو عنده منبره الاعلامي. في مجله النادي الاهلي وعنده منبره الاعلامي في قناه النادي الاهلي، سالته سؤال يوحد ربنا. ما قلتلوش حاجه غيره. يا استاذ ابراهيم المنيسي يا اللي اتعلمنا منك كل حاجه حلوه، رحت ماتش اعتزال فؤاد انور ولا لا؟ بس ده سؤال. احرجتني يا ايهاب والله، احرجتني وربنا يقدرني واعرف اجاوب. هي الفكرة كلها بس انت عمال تركز انت رحت وايه اللي حصل. طيب ولما يكون ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انت عندك الاجابة
وعمال تلف واحمد جمال يقول لك راح، تقول له طب قول له ايه اللي حصل معاك. طب يا سيدي عايزني اجاوب؟ انا اخر مره زرت فيها السعوديه كنت باسرتي بعمل عمره في يناير 2014، من 5 سنين وشهرين، من 5 سنين وشهرين ما دخلتش المملكه العربيه السعوديه. انت جبت ده منين؟ ما اعرفش. المعلومه اللي انت متاكد منها وعمال تتكي عليها مين قالها لك؟ برضه اللي قالها لك يملك من الوثائق ومن النفوذ انه يقدر يقول لك لا ما دخلش وما جاش. لكن ان انت تحاول تطرح سؤال لا، وانا بجاوبك انا لا رحت لا فؤاد عبد السلام ولا فؤاد انور ولا زرت المملكه العربيه السعوديه الا من 5 سنين وشهرين لاداء العمره باسرتي، مش دعوه من اي حد. جبت ده منين؟ انا ما اعرفش. عايز تقول من وراء ايه؟ ما اعرفش. بس انا دايما وابدا بقول اختلف معايا في الراي، قول ان انا غلط، انا مش صح، مش شرط ان انا صح، مؤكد محدش بيمتلك الحقيقه. لكن اما تيجي تتكى على جزئيه انت رحت وخدت ايه، انا لا انا رحت ولا خدت، وعليك ان انت تعتذر لنفسك. انت بتقول ان انا اقعد مع نفسي واعتذر لنفسي، لا والله، انت اللي مطالب ان انت تعتذر للقيم المهنيه نفسها، تعتذر لسلوكك او لحتى لاي ضابط اخلاقي بيقول لك لازم انت تتاكد وتتبين. انت لو كنت سالتني في التليفون هقول لك لا ما رحتش. لو عندك عكس اللي انا بقوله له طلعه وهعتذر لك وقتها، لكن انا لا رحت ولا جيت. واي حد راح كرم في السعوديه في هذه المباراه، ايه المشكله؟ انا ما رحتش. بس حتى اللي راح، مش السعوديه يا سيدي، اللي راح اي مباراه خارجيه وتم تكريم بعثه موجوده، ايه المشكله في اللي حصل؟ لو انت فاهم ان ده كان في اطار اللي انت عايز تذهب اليه ان هي على سبيل الرشا، تبقى انت عندك فهم خاطئ خالص، انت مسؤول عنه. لكن مؤكد ان كل الناس اصحاب اسماء كبيره جدا، اصحاب قمم عاليه جدا، اللي بيستضيفهم وبيرحب بيهم بيعبر عن حجم الضيافه وحجم الاستقبال، ده يخصه. لكن ان احنا ننزل للمستوى تحول كذبه الى اتهام صريح بتتك عليه وتكرره 10 مرات، اقدر اقول لك للاسف كل اللي اتقال لك كذب، وكل اللي انت نقلته كذب، وانت مدين بالاعتذار لنفسك انك روجت الكذبه. من 4-5 سنين وشهرين انا ما دخلتش المملكه العربيه السعوديه.